السلام عليكم. كل سنه وانتم طيبين وسعيد ان انا التقي بيكم. لكن خليني اقول النهارده بتواجدكم معانا النهارده انتم شفتم احنا بنتصدى لكل شيء. ده امر محتاج الناس يوصل لها، كل الناس البسيطة جدا والناس اللي هي يعني قطاعات الشعب المختلفة فئاته المختلفة يعرفوا ان احنا مش سايبين موضوع بنركز في حتة وسايبين، لا لا احنا شغالين في كل قطاع بأعلى معدلات ممكن نعملها، يعني ده أقصى طاقة ممكن الدولة المصرية تنفذها بيها في كل شيء. أنا المهم اللي أنا عايز أقوله في المشروع بتاع القرى المصرية، وأنا يعني من خلالكم قدمنا للناس ببساطة اللي هيتعمل، لكن اللي احنا بننشده ان احنا نغير وجه الريف المصري بشكل متكامل، يعني ما نقولش ايه طب هنشوف القرى الاكثر احتياجا ونشتغل فيها، او نشوف القرى الصرف الصحي بتاعها تبقى للخطة، لا 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 احنا داخلين نقول الخمسين مركز دول الاثنين وعشرين محافظة دول بالألف وربعمائة قرية تقريبا، لا احنا هنخش فيهم ونخرج، هم مش محتاجين حاجة تاني، هم وايه والتوابع بتاعتهم. انما القضية المهمة ايه، يمكن كتير مننا يقول لي طب يعني ازاي التكلفة المالية بتاعت الكلام ده انتوا هترتبوها ازاي؟ التكلفة المالية مخططة ومدبرة كالآتي بمنتهى البساطة، يعني احنا بنقول ايه، انت قطاع الكهرباء كان حاطط ارقام لصالح الكهرباء الريف، وزيه زي الري زي الصرف الصحي وزارة الإسكان يعني وهيئة المجتمعات، كل واحد حاطط مخطط والصحة والتعليم كده حاطين أرقام في الموازنة خلال الثلاث سنين الجايين هنصيغ نفسنا ومواردنا وصرفنا بحيث ان هو نحشده ونخلص به من حاجة واحدة مرة واحدة. احنا بنتكلم في ثلاث سنين، بنتكلم في ثلاث سنين على الايه؟ على مش ال 1500 قريه، لا على 4500 قريه. ده امر انا بس حبيت ان انا اقول لكم عليه. في فرصه لمصانعنا والقطاع الصناعه في مصر طبعا. كل الكلام اللي احنا بنتكلم عليه ده بنتمنى ان مستلزماته نجيبها منين؟ من مصر. مواسير صرف، كابلات كهرباء، محطات معالجه بترمباتها، اي حاجه ممكن تستخدم في صالح هذه الاشغال تبقى تنتج فين؟ في مصر. هنا ما بقاش في ضغط على الدولار، وفرصه للصناعه ديت ان هي تاخد قوه دفع ضخمه، خد اشتغل وهات ونبتدي نعمل ونحرك الاقتصاد. اي حاجه داخل ال 1500 قريه دول مخططين ان احنا ندخل ونخرج منها بتوب تاني خالص. طب اهلنا في الريف يساعدونا في ايه؟ هيتعمل اعمال حفر عشان تمد مواسير للصرف الصحي. استحملوا بقى اللي يعني استحملوا شويه اللي احنا هنعمله عشان نخلص في اسرع وقت ممكن عشان ندخل على المرحله الثانيه. انا متفائل جدا بالله سبحانه وتعالى، لكن عايز اقول لكم ان احنا هنبدا من بكره ان شاء الله برضو حمله التطعيم على باللقاحات. بكره هنبدا بالاطقم الطبيه ان شاء الله، ثم يعني الناس اللي هي يعني عندها يعني امراض مزمنه، ثم كبار السن وهو ما جرى. ربنا يحفظك، كل سنه وانتم طيبين، ربنا يحفظكم جميعا. تحياتي لكم جميعا ومن خلالكم لمصر، اللهم امين. متشكرين، كل سنه وانتم طيبين. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، كل سنه وانتم طيبين. السلام عليكم.